الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان متابعي قناة الاقتصاد والفلاح. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أسعار سلالة المياه زنبور وخاصة خلايط المياه زنبور اللي في شريحة كبيرة جدا من المشاهدين بتهتم بأسعار الخلايط وخاصة الناس المبتدئين في تربية المياه زنبور. هنتعرف على الأسعار من أرض الواقع وعلى الأسعار الطبيعية الموجودة في الأسواق بمشيئة الرحمن. فضلا لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو إن شاء الله ل 10,000 لايك. انزل دلوقتي اضغط لايك للفيديو، اشترك في قناة الاقتصاد والفلاح عشان يوصلك كل الفيديوهات الجاية. لو لقيت الفيديو ان شاء الله وصل لأرقام كبيرة بمشيئة الرحمن هطلع لحضراتكم في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. احنا معانا النهاردة ده جدي خليط بور. حد دلوقتي بيسأل هو جيل كام؟ السؤال ده اتقال دلوقتي وأكيد وصل في دماغ أي حد من المشاهدين، ده جيل كام؟ كلمة جيل علشان نقطع الموضوع ده وعلشان حضراتكم وكل الناس المبتدئة، أنا آسف في اللفظ ما يضحكش عليها، وعلشان لما تروح تشتري تعرف هي بتشتري ايه. طيب مبدئيا الجدي اللي قدام حضراتكم ده ابوه الطلوق البور اللي عندي، طبعا حضراتكم عارفينه طلع قبل كده معايا في فيديوهات. والام ميع الزبادي عاديه خالص، يعني هي كان حجمها لحد ما كويس يقارب من الشاي، لكن هي ما في الاول وفي الاخر ميع الزبادي. زي ما حضراتكم شايفين ده بسم الله ما شاء الله الناتج من التهجين مع المعزه البلدي ومع الطلوقه البور اللي عندي، والطلوقه البور اللي عندي طلوقه خليط لكن من الخلايط المحترمه جدا ما شاء الله وحجمها فوق الممتاز. طيب احنا النهارده دلوقتي ده كده جدي خليط اهو بور، حضرتك شايف الجدي اهو زرق بيضه حمرا، طبعا هو قرع ما عندوش قرون لان هو خليط، لان احيانا بيجي بقرون واحيانا بيجي من غير قرون. وزي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله حجمه وتحويله بالنسبه لسنه ما شاء الله حجمه محترم جدا، الكاميرا اكيد مش جايباه في الطبيعه. الطلوع خليط البور ده بدا يشتغل، يعني ده كده بحبه مش مخزن، ده كده في بدايه الشغل بتاعه، يعني ده عمره حوالي ممكن 5 شهور ممكن 6 شهور في الحدود دي ان شاء الله. فبالنسبه للعمر ما شاء الله له مستقبل كبير، وان شاء الله يبقى طلوعه من الطلائع الحلوه اللي تنفع في التهجين مع الماعز البلدي او الماعز الشامي وهيجيب لك نتائج كويسه. الجدي ده زي ما حضراتكم شايفينه اسعار المعيز الشامي المعيز البور الخلايط بتبدا معاه من حوالي 2000 و 2500 جنيه لحد 15 و 20000 جنيه بالنسبه للخلايط. طب ايه الفرق وايه المقارنه طالما كله خليط؟ وهل فعلا الخليط بيوصل للسعر ده؟ بيوصل طبعا للسعر ده. لما انت تروح تشتري جدي خليط نصيحه بقى، التاجر لو قال لك اللي بيبيع او المربي ده جيل تالت او جيل رابع ممكن يكون صادق في كلامه، لكن عشان تنتج جيل اول او جيل تاني او جيل تالت الموضوع مش بالسهوله اللي احنا مش شايفينها دي. يبقى انت علشان تروح تشتري نصيحه اشتري بعينك واشتري بنظرك، بمعنى ايه؟ شوف المواصفات بتاع البور، يكون عنده قرون مثلا، ما يكونش فيه بلح من هنا كده، يكون الجدي حجمه عريض، يكون قصير مش عالي، يكون فتحه الصدر ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده فتحه صدر ما شاء الله كبيره، يكون افضل حاجه كمان وانت بتشتري البور تشوف الخلف بتاعه عند المربي، الخلف في اللون زائد بقى المهم كمان من اللون، يعني ممكن جدي بور محترم دخله مع معزه خليط بور يجيب لك حاجه حمراء، ده كده اسمه بور الكالهاري، وهوري لحضراتكم البور الكالهاري دلوقتي برضه. يبقى هنا الاسعار بتبدا من 2500 او 2000 جنيه وانت طالع، الفرق هنا في الحجم وفي التحويل وفي التقليب وفي المواصفات بتاعه الجدي. عشان كده بنصح الناس اللي بتربي سلالات، في ميزه وحيده في السلالات، لما انت عندك لو انت عندك معيز شامي الخلف بتاعه عمره مثلا 3 4 شهور بيتباع وليكن ب 1000 او 1500 جنيه، لكن في البور طبعا بيفرق، والنهارده العلف غالي. بالنسبه لموضوع التسمين، ان ما كانش عندك ارض او عندك مكان بتدخل له اكل او بتقدر تتصرف في بدائل الاعلاف في الوضع اللي احنا فيه، الموضوع مش هيكون مجازي بشكل كبير، عشان كده الناس بتلجا للسلالات. احيانا في ناس بتبيع مفاطيم بور ب 15 و 20000، لكن نصيحتي ما يغركش الارقام اللي انت بتسمعها وتجري تروح تجيب، لان المبتدئ اللي زي حضرتك دلوقتي مش هيشتري من مبتدئ زيك، دي للاسف مشكله بتقابلنا. اي مبتدئ عاوز يروح مزرعه كبيره علشان يشتري منها زي ما حضرتك رحت وشريت من مزرعه كبيره ومعروفه في السوق. يبقى الخلايط اسعارها خليط البور بيبدا معاك من 2000 جنيه. في حاجه بتوصل 3 و4 و5 لحد 20000 جنيه وفي الاول في الاخر كله خليط. ابعد عن كلمه جيل كام، اشتري بنظرك. الجيل الاول والثاني والثالث والرابع والخامس كل ده خليط. اللي هيكون صادق ويديك جيل ثالث او جيل رابع هيكون بمبلغ كبير. والفكره في الاول وفي الاخر ممكن يكون جدي جيل رابع او جيل ثالث وتلاقي جدي خليط زي ده مثلا كده
بالزياده يعني اعلى منه في المواصفات يكون احسن من الجدي اللي بقول لحضراتكم عليه اللي هو يكون جيل. فانت بتشتري نصيحه، اشتري بصله واحنا ان شاء الله عارضين الجدي ده باذن الله، ده في بدايه شغله بحبه ما شاء الله يكون طلاء ان شاء الله كويس جدا، ده للناس اللي عاوزه تنتج لحم وممكن ربنا يبارك ويجيب حاجه كويسه، ده ان شاء الله معروض للبيع بمشيئه الرحمن. بالنسبه بقى للبور الكلهاني اقول لحضراتكم حاجه دلوقتي، بسم الله المعده اللي حضراتكم شايفينها دي، دي ما شاء الله اللهم بارك. دوسوا لايك للفيديو ولا لا؟ عايزين نوصل الفيديو ل 10,000 لايك علشان ان شاء الله اطلع لكم فيديوهات قادمه باذن الله تعالى. دي معزه هتشوفها كده من بعيد هتقول المعزه دي شامي، لكن المعزه دي بور كالهاري، بور كالهاري يعني الاب بور والام شامي بيجيب لك اللون ده، ده اسمه بور كالهاري اللي هم بيسموه الريد بور. شايفين القرونه اهيت ما شاء الله تمام واخده اللون ده. لو هتلاحظوا المعزه دي داخله في عندها حوالي 10 شهور تقريبا او سنه، يعني ممكن 10 شهور هتلاقي ان هي حجمها معلش ما خدتش حجم الشامل، واخده ما شاء الله في الجسم جسم البور قصيره وفي الحجم ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهي ربنا يبارك، واخده جسم البور لكن هي واخده حاجه من الشامل واخده شعريه الام في الشامل، شعريتها طويله لكن واخده تقليب البور ما شاء الله القرون والشكل والودان حاجه بسيطه سنه بسيطه اخضر للام، لكن دي مش شامي، دي الام شامي والاب بور، دي كده اسمه البور الكلهاري ما شاء الله. يهمني الناس المبتدئين يركزوا جدا في موضوع التقليب والحجم في البدايه، وانت في البدايه ما تهتمش باللون، يعني لما يكون عندي معزه شايفينها زي كده بور كلهاري واخده ما شاء الله الحجم وانت